كابتن رادي، الاهلي سيواجه الاتحاد المونستيري في دوري ابطال افريقيا في دور ال 32، من وجهه نظرك كيف ترى مستوى فريق المونستيري؟ يعني فريق المستير تحسن كثير في الاعوام الاخيره، ممكن لمده 4 5 سنوات الفريق المستيري افرض بدا يفرض في روحه في البطوله التونسيه، عنده لاعبين يعني متمكنين من اللاعبين ومجموعه من اللاعبين اللي تفقد روحها في المباريات. اثناء يعني المستير قدم ممكن احسن وجه ليه منذ السنوات الاخيره مع المدرب فوزي البنزرتي، القدير فوزي البنزرتي. يعني هذا الكل يخلي اللعب ضد فريق المستير يلزم ناخذ له يعني الف حساب. نعم. وبالنسبه لي يعني المقابله من جهتين سوف تكون بعد مقابله صعبه للفريقين بالطبع، وبالطبيعه يعني هي الدوري الابطال سيكون يعني متنوع في الفتره الجايه ان شاء الله.